بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر مع مراجعة شاملة للاختبار النهائي الفصل الدراسي الأول. الآن في الأسئلة في الورقة الاختبارية، السؤال الأول يكون نص القراءة. نص القراءة طبعا لا نريد أن نركز كثيرا، لأن نصوص القراءة تكون من خارج الكتاب، لكن نركز على الأشياء التي تكون متكررة. لاحظوا هنا، طبعا على الطالب أن ينتبه إلى الفقرات، عدد الفقرات. لاحظوا هنا معنا مثلا الفقرة الأولى تبدأ من هنا يعتقد وتنتهي عند كلمة مثلا هنا الطائرة، هذه نهاية الفقرة. الآن لماذا؟ لأن السؤال قد يأتي أحيانا يقول لك استخرج إجابة مثلا سؤال معين من الفقرة الأولى أو من الفقرة الثانية أو الثالثة، فهكذا. فيجب على الطالب أن يقرأ النص كاملا قراءة متأنية، لا يمل ولا يتعب، ويركز في القراءة حتى إن شاء الله تعالى يحصل على الدرجات الكاملة. لاحظوا هنا أيضا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الفقرات. طبعا من ضمن الأسئلة غالبا ما يأتي سؤال وهو استخراج كلمة مرادفة في المعنى، يعني استخرج معنى رديف أو استخرج معنى مضاد. هنا طلب منكم في هذا الاختبار وردت في النص كلمة بمعنى استهلاك واستنفاد. لا نريد أن نطيل ونرجع، فقط نبين كيفية الأسئلة. إذا قد يأتي عزيزي الطالب سؤال وهو استخراج معنى كلمة، أو قد يقول لك مرادف كلمة أو مضاد كلمة. الآن نأتي إلى الأسئلة. هنا أسئلة تعتمد على النص، قلنا هنا لا نريد أن نطيل لأن هذه الأسئلة تكون خاصة بمثل هذا النوع من النصوص. الآن نأتي إلى السؤال التالي، أيضا قد يكون نص شعري. طبعا هذا النص الشعري يكون لأحد الشعراء الذين درستموهم أعزائي الطلبة في المنهج في الكتاب. مثلا هنا ديوان، هذه القصيدة من ديوان أبي مسلم البهلاني. فيوجد بعض الأسئلة علينا أن نركز عليها هنا. لاحظوا هنا، انتبهوا جيدا إلى الإضاءة المعجمية. هذه الإضاءة المعجمية، الكلمات هنا غالبا ما تجدون فيها التوضيح لمعاني الكلمات، وأيضا قد تجدون فيها إجابة لبعض الأسئلة، لذلك اقرأوها جيدا. الآن سؤال بديهي ومتكرر، ما الجذر الثلاثي لكلمة الرقني؟ إذا هذا السؤال اللي هو السؤال عن الجذر، إذا السؤال عن الجذر الثلاثي. كيف نستطيع أن نستخرج الجذر الثلاثي؟ من خلال رد الفعل إلى أصله. مثلا هنا أرق، الأصل هو أرق. الآن سؤال ثاني، رسم الشاعر في البيت باء صورتين مختلفتين لأثر البرق. لاحظوا نحن أيضا عندما قرأنا عن قصيدة أبي مسلم البهلاني في الكتاب، تلك البوارق حاديهن مرنان، والآن هنا نص مشابه. فانتبهوا إلى هذا السؤال. الآن رسم الشاعر في البيت باء صورتين مختلفتين لأثر البرق. ما هو أثر البرق على الشاعر؟ أو ما هما الصورتان المختلفتان لأثر البرق؟ نكتب هنا الصورة الأولى والصورة الثانية. نأتي إلى البيت باء. البيت ب قال سقيت أجراز، انتبهوا جيدا، سقيت أجراز البلاد فارتوت. الآن ما معنى أجراز حتى تفهم أجراز؟ هذا تجد معنى أجراز هنا، هي الأرض الملحة، المالحة يعني التي لا نبت فيها. يعني لاحظوا فهم هذا معنى هذه الكلمة الموجود في الإضاءة المعجمية سيساعدكم على الإجابة الصحيحة. سقيت أجراز البلاد فارتوت، وحظ قلبي منك إلهاب الجذا. الآن ما هو أيضا هنا أسماهما الصورتان؟ الصورة الأولى هي أجراز البلاد وقد ارتوت من ماء المطر، والصورة الثانية قلب الشاعر. لاحظوا هنا قلب الشاعر وقد زاده المطر التهابا، وحظ قلبي منك إلهاب الجذا. إذا زاد التهاب القلب. إذا الصورة الأولى هي أجراز، يعني الأرض المالحة التي لا نبت فيها سقيت من المطر، والصورة الثانية
هي أن قلب الشاعر مع نزول مطر زاد التهابا وحرارة. الآن السؤال الثالث، تعد الأبيات السابقة مقدمة انتهج الشاعر فيها نهج الشعراء القدامى. هذا سؤال يتكرر كثيرا، احفظوا الإجابة الآن حفظا واكتبوها في حال جاءكم السؤال كما هو. ما هو النهج الذي انتهجه الشاعر هنا؟ نهج يعني سار على طريقة القدماء، كيف سار على طريق الشعراء القدامى؟ وذلك من خلال صورة البرق التي هيجت الذكرى في قلب الشاعر. إذن من خلال صورة البرق التي هيجت يعني زادت الشوق عند الشاعر، هيجت الذكرى في قلب الشاعر. إذن هذه هي الإجابة، لأن الشعراء القدامى دائما كانوا يبتدئون قصائدهم بالتذكر، تذكر الأطلال، تذكر المحبوبة، تذكر الأماكن التي كانوا يعيشون بها وهكذا. الشاعر هنا انتهج وسار على طريقه. موضح الصورة البلاغية الواردة في الشطر الثاني من البيت جيم. أيضا هذا سؤال أيضا متكرر، وهو الصورة البلاغية أو الصورة الجمالية أو الصورة الفنية، والمقصود بها هنا التشبيه. ارجعوا معي إلى البيت جيم، أهفو إلى روح النسيم راجيا، إطفاء ما بالقلب من حر الصلاة. الآن هنا إطفاء يقول إطفاء ما بالقلب، إذا شبه القلب بماذا؟ بشيء مشتعل، إذا شبه القلب بشيء مشتعل. الآن نأتي إلى السؤال التالي. استعمل الشاعر ألفاظا دالة على شدة الشوق والحنين، وهذا قد يتكرر وتكرر كثيرا في أسئلة الاختبارات النهائية. عين 4 ألفاظ. قد يقول لك استعمل الشاعر ألفاظا تدل على معجم الطبيعة، عينها. ألفاظا تدل على معجم الحزن، عينها. وهكذا الألفاظ التي تدل على الشوق والحنين، منها نرجع إلى الأبيات. هنا معنا الأبيات التي تدل، وهي كلمة إلهاب. الإلهاب عندما التهب قلبه وزاد شوقا وحبا، وكذلك كلمة حر، كلمة حر، وتجدونها في البيت هذا جيم. أيضا زاد الحر والشوق عنده. كذلك أيضا من الكلمات التي تدل على الشوق هي كلمة لهيب، كلمة، لاحظوا هنا كلمة لهيبة، هذه كلمة لهيبة، هذه كلها تدل على الشوق، واستخدمها الشاعر لتدل على الشوق والحنين. الآن في ضوء دراستك لمقاييس نقد العاطفة، هذا درسناه أيضا في الكتاب، مقاييس نقد العاطفة، ناقش عاطفة الشاعر في النص السابق وفق مقياس الصدق. نحن قلنا عند نقد العاطفة يوجد مقياس اسمه صدق العاطفة. الآن نريد أن نرى هل عاطفة الشاعر صادقة في الأبيات السابقة أم غير صادقة؟ الآن نقول نعم العاطفة صادقة، إذن ناقش عاطفة الشاعر في النص. نقول هنا العاطفة صادقة. الآن ما هو الدليل؟ كيف التوضيح؟ يعني كيف نوضح هذا ونناقش هذه النقطة وأن العاطفة صادقة حسب مقياس الصدق؟ نقول صادقة لماذا؟ لأن الشاعر يعبر عن شوقه لوطنه، وهو أين موجود؟ وهو في بلاد
الغربة. إذا استدلينا من وجود الشاعر في بلاد الغربة وأنه خارج الوطن بأن العاطفة عنده صادقة، فهو حزين وهو شديد الشوق وعنده رغبة في الرجوع إلى بلده وإلى موطنه، فبالتالي تكون العاطفة هنا صادقة. على سبيل المثال أيضا مثال آخر، لو كتب شاعر قصيدة رثاء، والقصيدة الرثاء هي التي تقال في شخص مات، لو كتب شخص قصيدة رثاء لابن مات له وقال لك استخرج عاطفة الشاعر وبينها حسب مقياس الصدق، نقول عاطفة الشاعر صادقة. الدليل لأن الشاعر يرثي ويكتب قصيدة وشعرا لابنه المتوفى، وبما أنه يرثي ابنه بالتالي تكون عاطفة صادقة. لكن لو كتب مثلا شخص كقصيدة رثاء لشخص بعيد عنه أو لملك أو غيره، قد تكون العاطفة غير صادقة. لماذا؟ لأنه ربما كتب القصيدة مثلا في ملك مات من أجل أن يحصل على المال. إذن هذه هي كيفية الحكم على مقياس الصدق. فإذا كانت العاطفة صادقة يوجد أدلة تدل على صدق هذه العاطفة، نستنتجها من خلال الأبيات. الآن أيضا هنا تلاحظون أيضا سؤال آخر على الأدب والنصوص، أيضا هنا من خارج الكتاب. هنا مقدمة ابن خلدون في صناعة النجارة، لا نريد أن نطيل هنا، لكن أيضا كما قلنا قد يأتي سؤال ويتكرر هذا استخراج كلمة مرادفة لها نفس المعنى. أيضا هنا ارتبط معجم الألفاظ الذي استعمله ابن خلدون بالصناعة التي تطرق إليها، يحدد من النص 4 ألفاظ دالة على ذلك، يعني تدل على ماذا؟ الصناعة. هذا سهل، مثلا يطلب منك استخرج ألفاظ تدل على الحزن، استخرج ألفاظ تدل على الطبيعة، استخدم الألفاظ تدل على الشوق وهكذا. نكمل الآن، لا يوجد هنا أسئلة قد تتكرر. نأتي طبعا ننتبه هنا إلى أسئلة الحفظ. هنا مطلوب من قصيدة البحتري في وصف بركتي المتوكل اكتب الأبيات الخمسة التي تلي البيت الآتي، فاهتموا بقصائد الحفظ. نأتي الآن إلى أسئلة النحو والصرف، فقرة وتحت الفقرة مجموعة من الأسئلة، استخرج من الفقرة السابقة حالا مفردة. هذا السؤال طبعا في هذه السنة تم إلغاء السؤال لأنه لا توجد حال مفردة في النص. باء عددا وحدد معدوده، نريد أن نستخرج من النص الآن عدد ونحدد المعدود. الآن العدد نرجع هنا 3، هذا هو العدد. ما هو المعدود؟ المعدود هو أسماء، قلنا تعد طيبة والدار وطابة أشهر 3 أسماء. تمام، إذن 3 العدد والمعدود هو أسماء. السؤال الثاني، أعرب ما تحته خط في الفقرة في الفقرة السابقة أسماء وإشراقا. لاحظوا هنا 3 عدد، والأعداد من 3 إلى 10 يأتي ما بعدها مضاف إليه. إذا لاحظوا مثلا 3 كتب، كتب مضاف إليه، مثلا 7 أقلام، أقلام مضاف إليه، وهكذا. إذا دائما بعد العدد من 3 إلى 9 يكون مضاف، ما بعد العدد مضاف إليه. إذا هنا نقول مضاف إليه أسماء، طبعا ما هي علامة الجر؟ مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر هي الكسر أو تنوين الكسر. إشراقا، لاحظوا هنا لتغدو الأنفس أكثر إشراقا. إشراقا هنا ماذا؟ تمييز، ميزنا الأنفس بأنها أكثر ماذا؟ أكثر إشراقا. والتمييز كما درسنا قلنا التمييز يكون منصوبا، إذن هنا الإعراب تمييز منصوب. وما هي علامة النصب؟ الفتحة أو تنوين الفتح. الآن اضبط بالشكل آخر ما تحته خط في العبارة الآتية، استقر، إذا فتحة هنا، استقر فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، الرسول الكريم، هذه صفة، صفة الرسول أنه كريم، بالتالي الضمة. السؤال الرابع، حدد الباب
والفصل الذي نبحث عنه فيه عن كلمة المنطلق في معجم أساس البلاغة. الآن أعزائي الطلبة، كيف نبحث في الكلمة عن، طبعا جدا مهم أن يعرف الطالب كيفية استخراج الكلمات على حسب المعجم المطلوب. لاحظوا هنا طلب منكم أساس البلاغة، قد يطلب منكم حسب المعجم الوسيط، قد يطلب منكم في الاختبار حسب معجم لسان العرب، وكل معجم يختلف عن الآخر. نأتي هنا سريعا إلى الكتاب. لاحظوا هنا المعاجم، مقاييس، هو طلب منا معجم ماذا؟ أساس البلاغة، معجم أساس، هذا هو معجم أساس البلاغة. الآن في أساس البلاغة كيف نبحث ونستخرج الكلمات؟ أولا نأتي ونستخرج جذر الكلمة. الآن الكلمة التي معنا في الاختبار هنا المنطلق، أولا نستخرج الجذر الثلاثي المنطلق وهو طلق. بعد أن استخرجنا نريد أن نحدد الباب، وبعد ذلك نحدد الفصل. كيف نحدد الباب؟ لاحظوا هنا في وهنا اقرأوا معي من هنا: ولو شئنا أن نستخرج من أساس البلاغة أو المصباح المنير، نفس النظام، أساس البلاغة والمصباح المنير، معاني الكلمات مثلا الآتي. شوفوا انظروا هنا إلى كلمة سمك، أو مثلا لعق، كيف نستخرجها؟ مثلا نأتي إلى مثلا لعق، الجذر اللغوي لعق. ركزوا هنا في أي باب؟ في باب اللام، في باب اللام. كيف عرفنا باب اللام؟ لأن الحرف الأول هنا لام. الآن في أي فصل؟ فصل العين. إذا لاحظوا فصل العين، لأن العين إذا نبدأ الباب يكون الحرف الأول، والفصل يكون الحرف الثاني، فالقاف. إذا نرجع هنا إلى مثالنا، عندنا هنا طلق، إذا نقول باب الطاء، باب الطاء وفصل اللام. لكن لو طلب منكم في الاختبار أن تستخرجوا هذه حسب معجم لسان العرب، سوف يختلف الموضوع حسب لسان العرب أو تاج العروس أو القاموس المحيط. لاحظوا ما هي الكلمة التي كانت معنا؟ هي المنطلق، وقلنا الجذر اللغوي هو طلق، طلق. تكون في أي باب؟ لاحظوا في المعجم هنا لسان العرب وتاج العروس والقاموس المحيط، لاحظوا هذه كلمة لعق قبل قليل استخرجناها، لام عين قاف، باب القاف. لاحظوا في هذه المعاجم نبدأ بالحرف الأخير، فيكون الباب هو الحرف الأخير، وفصل اللام نرجع إلى الحرف الأول بعد إذن الحرف الأول يكون الفصل، اللام فالعين. إذا ركزوا هنا نأخذ الحرف الأخير يكون الباب في لسان العرب وتاج العروس والقاموس المحيط، أما في القواميس هذه الوسيط وأساس البلاغة والمصباح المنير وجمهرة اللغة، وهذه كلها ننظر إلى الباب يكون هو الحرف الأول. بالتالي هذه تكون كلمة طلقة حسب لسان العرب باب القاف، ركزوا، باب القاف وفصل الطاء. نرجع الآن هنا إلى إكمال الأسئلة. السؤال الخامس قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن الأنثيين، لاحظوا هنا في الآية السابقة اسم مقصور، بين التغييرات التي لحقته عند التثنية. لاحظوا كلمة الأنثيين هذا اسم مقصور، وما هو الاسم المقصور؟ هو الذي ينتهي بالألف. إذا الاسم المقصور هو الذي ينتهي بالألف. الآن ما هي التغييرات؟ أصل هذه كلمة الأنثيين ما أصلها؟ الأنثى. الآن عند تثنية هذا الاسم المقصور نريد أن نعملها، أن نجعل هذا الأنثى مثنى. كيف نثنيه؟ لاحظوا انتهت هنا الكلمة الأنثى بحرف الألف، فما الذي يحصل؟ الآن ماذا نفعل؟ قلبت الألف المقصورة ياء. لاحظوا هنا الأنثى، الألف المقصورة هنا تحذف وتقلب ماذا؟ ياء، وبعد ذلك نضيف الياء الأخرى وهي التي تدل على المثنى والنون.
لأن ما يلحق بالمثنى ياء ونون، مثل كتاب، كتابين ياء ونون تلحق بالمثنى، قلم، قلمين ياء ونون تلحق بالمثنى. لكن قبل أن نضيف الياء والنون التي هي للمثنى، قلبنا الألف المقصورة ياء. إذا نقول ما التغيير، ما هي الإجابة؟ تكون قلبت الألف، إذا قلبت الألف المقصورة، قلبت ماذا؟ ياء. لماذا؟ لأن الألف الحرف الرابع، لأن الألف الحرف الرابع. انتبهوا الآن، سوف نبين هذا بشيء من التفصيل. لاحظوا، عندما قلنا كلمة الأنثى، طبعا الألف واللام هذه للتعريف، يبقى معناه أنثى. الآن كلمة أنثى هنا، الألف هنا الألف، لاحظوا هي جاءت الحرف الرابع، الألف هي الحرف الرابع. بالتالي عند تثنية أي اسم ينتهي بألف والألف تكون الحرف الرابع، ماذا نفعل؟ نحذف الألف ونضع ياء، ونضيف الياء والنون التي تدل على التثنية. مثل لو قلنا مثلا أسمى، أسميين، أعلى، أعليين، وهكذا. إذا كانت الألف الحرف الرابع فهذه هي الإجابة وهذه هي التعليل، فنحذف الألف ونبدل الألف بالياء، ثم نضيف الياء والنون التي هي علامة التثنية. الآن السؤال التالي، حول الأرقام إلى كلمات في العبارة الآتية: حفظ الطالب 10 أجزاء. لماذا هنا؟ لأن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود. إذا كان المعدود مذكرا فهنا مؤنث، لأن أجزاء ما هي؟ هل هي مذكر أم مؤنث؟ نأتي بالمفرد. أجزاء المفرد جزء، وجزء مذكر، بالتالي العدد هنا يكون 10. إذن مرة أخرى، أجزاء المفرد جزء، وجزء مذكر، بالتالي الرقم هنا جاء مؤنثا. لكن لو كانت هنا مكتبة، 10 مكتبات مثلا، مكتبات المفرد مكتبة، بالتالي نجعل الرقم هنا 10. حفظ الطالب مثلا، رأى الطالب 10 مكتبات، إذن العدد يخالف المعدود في الأعداد من 3 إلى 10. أجزاء من القرآن الكريم: ووقف متدبرا 30. نلاحظ هنا 30، وليس 30. لماذا؟ لأن متدبرا اسم فاعل، واسم الفاعل هذا يعمل عمل الفعل، بالتالي هنا 30 مفعول به لاسم الفاعل، والمفعول به ما هي علامة نصبه هنا؟ لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، فعلامة النصب هي الياء، فلا نقول 30، 30. السؤال السابع: علل مجيء صاحب الحال نكرة. قلنا الأصل أن يأتي صاحب الحال معرفة، لكن لماذا هنا جاء صاحب الحال نكرة في المثالين: أقلعت طائرة وهي محملة بالشوق والحنين إلى ديار سيد البشرية، يعني إلى المدينة المنورة. الآن هنا أين بداية علينا أن نحدد صاحب الحال، ثم نبين لماذا جاء صاحب الحال نكرة. أين صاحب الحال؟ هو طائرة. الآن لاحظوا، طائرة هنا نكرة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. لماذا لم نقل أقلعت الطائرة؟ لماذا لم تعرف بألف ولام؟ لماذا؟ السبب لأن الحال جملة مقترنة بالواو. لاحظوا، أين الحال؟ وهي محملة. الحال هنا جملة مقترنة بالواو، لذلك القاعدة تقول يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة إذا جاء بعده الحال جملة مقترنة بالواو، وهي هذه الواو. وهي باء: قرأ المذيع خبر تكريم مجزأ. الآن نريد أن نحدد صاحب الحال، بعد ذلك نبين لماذا جاء نكرة. صاحب الحال خبر والحال مجزأ. الآن لماذا جاء صاحب الحال هنا نكرة؟ لماذا لم نقل قرأ المذيع الخبر؟ إذا جاء نكرة لماذا؟ لأن صاحب الحال وهو خبر خصص
بماذا؟ بالإضافة. لاحظوا هنا خبر مضاف وتكريم مضاف إليه. لذلك القاعدة أيضا تقول إذا خصص صاحب الحال النكرة بالإضافة فيجوز أن يكون نكرة. إذا لاحظوا هنا صاحب الحال خبر، فجاز أن يأتي نكرة وغير معرف لأنه مضاف. السؤال الثامن، اختر الإجابة الصحيحة. فاضت اليد كرما. تمييز النسبة الآن في العبارة السابقة محول عن ماذا؟ أين تمييز النسبة؟ كرما. كرما هنا تمييز النسبة. الآن فاضت اليد كرما، هل التمييز هنا محول عن مبتدأ أم عن خبر أم عن فاعل أم عن مفعول به؟ الآن حتى نحدد ذلك نغير في الجملة، نقول فاض كرم اليد. فاض كرم اليد، فعندما قلنا فاض فعل، الآن كرم فاعل، إذن بالتالي تكون كرما هنا محولة عن فاعل. السؤال التالي، يعمل الفريق في نظام دقيق نحلا. وقعت الحال جامدة في العبارة السابقة. الأصل في الحال أن تكون ماذا؟ كما درسنا الأصل في الحال أن تكون مشتقة، لكن يجوز أن تأتي نكرة بشروط. هنا الحال هنا نحلا حال، لكنها جاءت نكرة. لماذا؟ لماذا جاءت نكرة؟ لأنها جاءت مشبها به. لأنها جاءت مشبها به، يعني يعمل الفريق في نظام دقيق شبيها بالنحل. إذن هنا هذه من الحالات التي يجوز أن تأتي الحال فيها جامدة. نأتي إلى الفرع والسؤال الأخير وهو البلاغة. اختر الإجابة الصحيحة. كتاب مجاز القرآن يعتبر أول كتاب ألف في علم البلاغة لصاحبه. من هو صاحب هذا الكتاب؟ هذا يحفظ أعزائي الطلبة ويتكرر السؤال كثيرا، هو أبو عبيدة. الآن السؤال التالي، يا لها من سفينة على الأمواج أمينة ذات دسر وألواح تجري مع الرياح. العبارة السابقة يستشهد بها، هل هي تضمين أم جناس أم سجع أم سجع وجناس؟ الإجابة سجع وجناس. لاحظوا السجع سفينة وأمينة بينهما سجع، أما الجناس فهو في ألواح ورياح. السؤال التالي، لولا اليمين لقبلت اليمين. حدد نوع الجناس في العبارة السابقة معلنا إجابتك. الجناس قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. هنا لاحظوا الجناس هنا تام. لماذا التعليل؟ التعليل بسبب اتحاد ماذا؟ الحروف في الكلمتين، في كلمتي اليمين واليمين. لاحظوا أين الجناس؟ في كلمة اليمين، هذه كلمة اليمين، لولا اليمين، وكلمة اليمين هذه. المقصود باليمين الأولى القسم، واليمين الثانية هي اليد اليمنى، فهنا يوجد بينهما جناس تام. لاحظوا، إذا نقول لأن، إذا ما هو التعليل؟ لماذا هو يعتبر جناس تام؟ إذا بسبب اتحاد الحروف في كلمتي اليمين واليمين اتحادا كليا، اتحادا كليا، بحيث عدد الحروف ومواقع الحروف وترتيب الحروف وحركات الحروف اتحاد كامل. السؤال التالي، قال أعرابي لرجل سأل لئيما. الآن نأتي إلى السؤال، موضع السجع. نريد أن نستخرج السجع في هذه الأبيات، في هذا الكلام. ممطور، معمور، ميسور، هذه مواضع ماذا؟ السجع، مواضع السجع. وأين الجناس؟ بندم، بعدم، هنا بينهما جناس. السؤال الرابع، علل ضعفت السليقة اللغوية على ألسنة كثير من الناس بعد مجيء الإسلام. هذا مهم جدا، احفظوه أعزائي الطلبة، موجود في سؤال في درس البلاغة.
نشأت البلاغة، وذلك بسبب ماذا؟ وذلك بسبب اختلاط، بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب والأمم. إذا ضعفت اللغة وضعفت البلاغة عند العرب بعد مجيء الإسلام، لأنه دخل في الإسلام واختلط في العرب ناس لا يتكلمون اللغة العربية، من شعوب وأمم لا تتكلم اللغة العربية، فأثر هؤلاء على اللغة العربية فضعفت اللغة العربية عند العرب. إذا بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب والأمم، مما أدى إلى اللحن، واللحن هو الخطأ في الكلام، والعجمة، والعجمة أيضا هي معناها صعوبة الكلام. إذا هذه هي الإجابة، وتحفظ لأن هذا السؤال يأتي كثيرا في أسئلة الاختبارات النهائية. وبهذا نكون أعزائي الطلبة قد وصلنا إلى نهاية مراجعة الاختبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.